السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ياسمين عاشور. لأول مرة تشوف قناتي ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد. فيديو النهاردة هنتكلم على طريقة تغيير كلمة السر للفيسبوك، تابعوا مع الفيديو للنهاية. زي ما قلنا في البداية، فيديو النهاردة هنتكلم على طريقة تغيير كلمة السر للفيسبوك، وهنروح على الفيسبوك وهنضغط على الثلاث شرط دول، وهنزل كده وهجيب كلمة الإعدادات والخصوصية. هلاقي قائمة اتفتحت فيها كلمة الإعدادات، هضغط على كلمة الإعدادات، هتفتح لنا الصفحة دي كده، وهنزل وهتلاقي هنا كلمة الأمان، وهتلاقي أول حاجة هتظهر لك الأمان وتسجيل الدخول، هضغط عليها. لما اضغط عليها هيجي لك زي ما انتم شايفين الصفحة دي كده، وهنا تسجيل الدخول، وهضغط على تغيير كلمة السر. اول ما تضغط على تغيير كلمة السر بقى بيقول لك هنا كلمة السر الحالية اللي هي بتاعت الصفحة، كلمة السر الجديدة، وقاعد كلمة السر. طبعا هتكتب كلمة السر دلوقتي بتاعت الصفحة اللي هي حاليا، ولو اللي انت عايز بقى تخليها كلمة سر تكتبها هنا وهتعيدها هنا اعادة. يعني انا دلوقتي هكتب كلمة السر الحالية، دلوقتي كتبت كلمة السر الحالية وكلمة السر الجديدة وعدتها تاني، واضغط على تحديث كلمة السر. دلوقتي بيقولك تم تغيير كلمة السر، مراجعة الأجهزة الأخرى، البقاء، تسجيل الدخول. طبعا لمراجعة الأجهزة الأخرى لو ضغطنا عليها بيقولك سنساعدك على معرفة الأجهزة التي سجلت دخول إليها حاليا، البقاء، قيد تسجيل الدخول. طبعا انا هضغط على مراجعة الاجهزة الاخرى، وهضغط على متابعة، هضغط على تسجيل الخروج من كل الجلسات، وهضغط على تسجيل الخروج. كده انا عملت خروج من كل الجلسات اللي فتحت الفيسبوك بتاعي، وكمان غيرت كلمة السر بتاعت الصفحة الشخصية. خلصنا فيديو النهاردة واتكلمنا على طريقة تغيير كلمة السر للفيسبوك. لو عجبك فيديو النهاردة ياريت ما تنساش اللايك والمشاركة والاشتراك في القناة. كان معكم ياسمين عاشور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.